مطعم ما شاء الله تبارك الرحمن بالكويت من زمان 2006 موجود وضارب وله محبينه، خصوصا اللي يطلبون الوجبات مشويات للبيت التوصيل. اليوم صار عنده فرع تقريبا من شهر في مجمع دليك، قعدات وكراسي. نعم، مطعم ستيك ما شاء الله تبارك الرحمن، شغله قبل توصيل، وبالعكس متمكن جدا ما شاء الله. فرع بالعرضيه، فرع في الحيحيل، وفرع في المنقى، وهذا اللي موجود في دليك. يمكن من اشهر وجباتهم الفهيته، هذه اللي يحبون الدجاج فهيته. يا سلام، هذه وجبه الفهيته اللي يحبون الفهيته الدجاج. طبعا عندهم من اشهر الاشياء الفهيته والسبيشال تشيكن او سبيشال فيليه. وهذه السبيشال، هذه الان التشيكن السبيشال. عندهم على فكره التشيكن ثنتين، هذه المدوره اللي يسمونها سبيشال، والثانيه اللي يسمونها الفرنسي طواليه. اما المشاوي شغل مثل ما تشوفون كله على الفحم، الكباب، الشيش طاووق، التكه. على فكره اللحم هني كله لحم فريش، خلينا نقول يومي، يجيبونه من المواشي بشكل يومي. الوجبات هذه ترى الوجبات مشهورة جدا، مطعم ستيك موجود حتى بالعرضية، موجود بالمانجا وفي الفحيحيل، ما شاء الله تبارك. من هذه من أقوى الوجبات اللي عنده، وما شاء الله ضاربة، والمشويات جايبها بالدر. تسلم تسلم تسلم، الله يجزاك خير. تسلم يا الحبيب. هذا الشوي اللي على الفحم، هذا الريش نفس الطريقة ترى، المواشي اللحم كله. تسلم حبيبنا، الله يجزاك خير وتسلم الأيادي، ما قصرت. الشيف الله يقويه. المشاوي صراحة طيبة، وعلى فكرة عندهم المشاوي نظام الكيترينج، شوف مكتوب هنا نظام الكيترينج والحفلات الخارجية، اللي يبي المشويات هذه كلها بمعلمها بشغل. أنا صراحة شكلي بجربهم حق العبدني. المشويات طيبة طيبة طيبة، وقلت لكم اللي تبي كيترينج موجود، تقدر تطلبه شاليه مزرعة شيء، لحط لكم الحين أرقامهم. واللي يبي أوردر يوصل البيت بالشكل هذا، واللي يبي يجهني في ذلك موجودين في ذلك. الكيترينج او الحفلات الخارجيه يجي معها حمص وسلطات، شغل كامل، يجي الشيف نفسه ويشوي عندك ويرتب الامور كلها. ستيك عندهم هني بالفرع هذا ريوق مرتب، ريوق حق شخصين بسبع دنانير، شيء مرتب. وعندهم اصلا شغل الاوردرات الخارجيه، الطلبات برا، عندهم هذا الريوق اكثر من معون. مثل ما تشوفون تقدر تطلب معون واحد، معونين، ثلاث، واحد يصير فيه حمسات، واحد يصير فيه اجبان، واحد يصير فيه بيض، انواع البيض. هذا حلو حق، انا انصح يعني تبي طلبات خارجيه مثل هذولي، كل معون سداسي يعتبر فيه اوردرات مختلفه. فصراحه شيء مرتب. اذا تبي حق اوردرات خارجيه ريوق موجود، تبي هني ريوق مرتب كذلك موجود. شكرا 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 جزيلا. هذا ريوق، هذا موجود هني في ذليك بس بالمحل، هذا ريوق مرتب بالشكل هذا، يكفي تقريبا شخصين ثلاث اشخاص، سبع دنانير، موجود هني في فرع ذليك. طبعا ذليك مجمع اللي موجود في ابو الحصان، مطعم ستيك. وعلى فكره عندهم طبعا موجودين هم طلبات ودليفري وكذي، بس ان موقعهم الخاص في خصم 8% تقريبا، فالافضل اذا تبي تطلب اونلاين او تبي تطلب يعني يوصل لعندك، اطلب من موقعهم الخاص نفسه. موقعهم موجود بحسابهم في الانستغرام، اضغط بس ويوصل.